المديرية العامة للمرور لا دختي لونصات واحد اللائحة جديدة فيها الوثائق الجديدة اللي غيكونوا في 2025 بالنسبة للناس اللي غادي يبدلوا البيرمي ديالهم هنايا في اسبانيا او لا اللي غادي يديروا بيرمي نهار الاول، يعني الشباب الجداد اللي بغاو يديروا الكارني دي كوندوسير. شنو هما الشروط الجديده اللي كتقترحهم او اللي لونصاتهم لا دختي؟ اولا علاش درت هاد اللائحه الجديده او الريكيسيتوس جداد للكارني ديال الكوندوسير، خصوصا انك غير غتبدل؟ السلام عليكم، كنتمنىكم بخير وعلى خير وفي افضل الاحوال. هاد المقالات غنخليكم هنا مجموعه من المقالات الصحفيه اللي نزلوا في مواقع رسميه هنايا في اسبانيا، بغيت نذكركم به باش هكذا حتى نتوما يكون عندكم فكره بشنو غادي يوقع في 2025. اذا بدايه هاد الشيء داروه هاد الوثائق الجداد باش ينقصوا من عدد الحوادث ديال السير، لانه ارتفعت نسبه ديال حوادث السير بزاف في هاد الاعوام الاخيره في اسبانيا، وبالتالي حفاظا على سلامه الشخص وقعوا بسببهم الحوادث قررت دير هاد الشيء جديد. هو الناس اللي غادي يبدلوا البيرمي او اللي غيديروا بيرمي جديد غادي يضطروا انهم يديروا واحد الفيزيت اخرى، ماشي فقط الفيزيت ديال العينين وانما ثلاثة ديال لي فيزيت جدادين. أول فيزيت كتعلق بالصحة النفسية، يعني العقل ديالك والصحة النفسية ديالك، وثاني حاجة هي الصحة البدنية ديالك، وعاد كيجي موراها النظر اللي هو الشوف. هذه هي الفيزيتا اللي كنا كنديروها فقط ملي كناخذوا الكارني ديال كوندوسير أولا كنبدلوه، ولكن دابا غادي تبدل هذا الشيء في 2025 وغيوليو مطالبين الناس يدوزوا هاد ثلاثة ديال الفيزيتات. لائحة ديال الأمراض اللي نزلوها الدختي وقالوا بأنه اللي عنده هاد الأمراض ممنوع منعا باتا أنه يبدل البيرمي أولا يدوز البيرمي ديالو من جديد. ما عندوش علاقة بأنك نجحتي في الأورال أولا في البراتيك، واخا نجحتي في الاورال والبراتيك هاد اللائحه كتنطبق عليك. كاين مجموعه من الامراض اللي شافوا بانه الناس بسببهم كيرتكبوا بزاف ديال الحوادث او لا كيساهموا بشكل او باخر انهم يكونوا هاد النوع ديال الحوادث، منهم الامراض النفسيه والعصبيه، منهم الامراض ديال النخاع الشوكي، الامراض ديال القلب والشرايين، الامراض العصبيه والجهاز العصبي بصفه عامه. داكشي علاش اقترحوا انه تكون واحد الفيزيتا البسيكولوج باش يعطيك التقرير ديالو، وكنظن اغلبيه الناس حاليا عايشين بالاعصاب والستريس والضغوطات ديال الحياه، يعني اذا بصح طبقوا هذا الشيء معظم الناس غادي نبقاو بلا بيرمي، غنبقاو ما عندناش باش نسوقوا. هذا الشيء تنشر فعلا وكاين، ولكن واش غيطبق ولا ما يطبقش؟ حيت دابا كلشي كيهضر عليه وحتى واحد ما عجبه هذه اللائحه، لانه معظم الامراض هما امراض اللي عاديه كنحسبوهم امراض عاديه بحال الجهاز العصبي ولا الاعصاب، ولا اغلبيه الناس بسبب الستريس كيكونوا فيه. وكاين كاين امراض اخرى اللي حتى هما داخلين في هذه اللائحه، لكن قبل بغيت نذكركم بانه مهم جدا انكم تفاعلوا مع هذا الفيديو وتفاعلوا مع القناه ديالنا عن طريق الضغط على زر اعجاب واشتراك، وشاركوا هذه المعلومات باش يوصلوا للناس اللي هما في حاجه ليها. قبل ما نكمل لكم اللائحه، اذا اولا شاركوا في القناه، وما تنساوش انستغرام وتيك توك ديالنا ها هما، شاركوا فيهم باش هكذا يوصلكم الجديد بشكل يومي. نكمل لكم اللائحة ديال الأمراض: الجهاز الهضمي، زراعة الكلي، وحتى الجهاز التنفسي، وكذلك الأورام، الناس اللي داروا عمليات على القلب وعلى شي عملية يعني صعبة، مجموعة من الأمراض اللي محددين 75 مرض اللي ممنوع منعا باتا أن الناس اللي عندهم هاد الأمراض يسوقوا في 2025. بزاف ديال الامراض من هاد اللائحه منتشرين مكثره عند الناس، خصوصا ما كيتعلق بالصحه النفسيه، وبالتالي الواحد يحافظ على صحته النفسيه من دابا ويفكر شويه في راسه، لانه السوغان ولا ضروري عند كل شيء. الحياه ديالنا كنسهلوها عن طريق هاد الوسيله هذه ديال التنقل باش هكذا نكونوا في اريحيه. تلقوا في فيديو جديد معلومات جديده، ما تنساوش شاركوا الفيديو وتفاعلوا مع القناه باش هكذا يوصلكم الجديد. تلقوا في فيديو جديد، سلامه.